الخير للجميع. هذه هي مباراة الكلاسيكو الكرة القطرية. في كل دول العالم هناك مباريات كلاسيكو، وفي قطر هذا أظن أنه هو الكلاسيكو الأهم بالنسبة للدوري القطري. طبعا أنا منذ حضوري إلى قطر والكل يتكلم دائما عن المباريات التي تجمع بين السد والريان، نظرا لما يضمنه من قواعد جماهيرية كبيرة، ولذلك أعلم بأن هذه المباريات دائما تسجل في التاريخ، والفائز فيها دائما يسعد جماهير القطرية بشكل كبير، وهناك في بعض الأحيان مسيرات عندما يحدث انتصار لفريق سواء كان السد أو الريان. هذه المباراة تعتبر بالنسبة لي هامة، لأنه قبل عامان ونصف عندما حضرت إلى قطر أول مباراة كلاسيكو لعبتها كانت هي أمام السد، وذلك قبل عامان ونصف، واستطعنا الفوز في تلك المباراة. لذلك أستطيع أن أقول لكم بأن السد يعلم بمدى أهمية هذه المباراة ونقاطها الثلاث، حيث أن لا زال أمامنا سبع مباريات، وهذه السبع مباريات حتى نهاية الدوري تعتبر سبع نهائيات. لاعبون السد لا ينقصهم التحفيز، هم ليسوا بحاجة إلى من يحفزهم، لأنهم يعرفون بالتاريخ القوي لهذه المباراة. نحن في السد هدفنا المركز الأول، لذلك سنسعى بالفوز في هذه المباراة وفي المباريات المتبقية. نتيجة كلاسيكو غير متوقعة، من الصعب أن يقول أحد من سيكون الفائز في هذه المباراة، هي مباراة مليئة بالمشاعر والعواطف والمفاجآت أيضا. أتمنى التوفيق للتحكيم في هذه المباراة التي لربما تكون صعبة بعض الشيء، مما لا شك فيه بأن هذه المباراة ستكون مباراة مميزة وهامة بالنسبة للفريقين. دائما مباريات الكلاسيكو تعتبر مميزة، ليس فقط للاعبين بل وللنادي وللجماهير. هذا الكلاسيكو سيكون أصعب من الكلاسيكو السابق، حيث أن نادي الريان أصبح أقوى بكثير من الموسم السابق، لأنه تعاقد مع لاعبين على أعلى المستويات، لاعبين مميزين، ولكن نحن في السد نعلم بأننا لدينا، نحن كلاعبون لدينا إمكانيات باستطاعتنا الظفر بالفوز. رسالتي موجهة إلى الجماهير لقدومهم لمعازرتنا، حيث أن الأجواء دائما تكون إيجابية بتواجد الجماهير معنا في الملعب. نحن في السد سنتبع نفس فلسفة العمل، ليس هناك تغيير على فلسفة الفوز، لذلك نحن جاهزون أشد الجاهزية لهذه المباراة. هذا الشهر سيكون شهر صعب للغاية لنادي السد، لأننا لدينا العديد من المباريات والاستحقاقات في هذا الشهر، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي. أنا متعود على هذه الغيابات منذ فترة طويلة، السد لم يلعب بتشكيلة كاملة منذ العديد من المباريات، ليس فقط بهذا الموسم ولكن الموسم السابق، ولكن يجب أن نعلم بأننا فزنا في العديد من المباريات بهذه الغيابات. نحن متقدمون على الريان رغم الغيابات، نحن متقدمون نقطتان عن فريق الريان، وسينقصني لاعبون في ليس فقط في هذه المباراة ولكن في النهائيات السبعة القادمة، ولكن كل ثقة باللاعبين المتواجدين على دكة الاحتياط واللاعبين الأساسيين. فلسفتنا في السد تعتمد على استخدام الشباب، وهذه الفلسفة ناجحة ويستفيد منها المنتخبات القطرية. لذلك أنا واثق تمام الثقة أن كافة اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة سيبذلون 120% من قدراتهم كي يحققوا الثلاث نقاط الهامة في مسيرتنا نحو اللقب. وضع الدحيل والسد هو لربما يكون الأكثر اطمئناناً، لأنهم يحتاجون إلى الفوز بمجهودهم وليس كالريان الذي يحتاج إلى نتائج الفرق الأخرى كي يستطيع الظفر باللقب. أكرم عفيف لاعب مميز، ليس لأنه عمره 23 سنة نحن سنزج به بالفريق، ولكن يجب أن تعلموا أن السد طيلة مبارياته، معظم مبارياته لعب فيها بلاعبين تحت 23 عاماً، 6 أو 7 لاعبين تحت هذه السن شاركوا معنا في مباريات السد وحققنا الانتصارات. لذلك بالنسبة لي أنا أعرف أكرم عفيف من خلال مبارياتي التي قدمها مع المنتخب الأولمبي، ولكن أكرم عفيف أيضا يتوجب عليه أن يعمل على فلسفتنا، فلسفة السد، حيث أنه منذ فترة طويلة لم يلعب مع فريق السد، لذلك هو في خضم التأقلم مع فلسفة الفريق.
طبعا ليس المهم بالنسبة لي أن أقوم بتسجيل، ليس من المهم من يسجل في الفريق، أنتم تعلمون أنه بدون عمل الجماعة وبدون التمريرات الحاسمة لي لما كنت قد سجلت تلك الأهداف. لذلك لا يهمنا في مباراة الريان من يسجل، يهمنا هي كسب الثلاث نقاط والابتعاد بفارق 5 نقاط عن نادي الريان. لذلك نحن سنسعى، هذا هو المهم بالنسبة لنا، الفوز في تلك المباراة. طبعا منذ بداية عملي في السد وأنا دائما كانت لدي مشاكل في التشكيلة، وهذه المشاكل ربما كانت تكون إيجابية. أنتم رأيتم غياب العديد من اللاعبين المميزين، خوخي بوعلام، حمرون وحسن الهيدوث بداعي إصابات، وكانت فرصة للاعبين لاعبين الشباب لإثبات أنفسهم، وحسن أحمد كان من هؤلاء اللاعبين الذي أثبت أنه مجتهد في التدريبات ويملك شخصية مميزة خارج التدريبات. هو مهاجم يملك حس تهديفي قوي، وبالطبع الفرص التي سنحت له بالعمل معنا أثبتت أنه لديه مستقبل كبير وسيكون مفيدا للكرة القطرية. هو ذكي في التعامل مع الكرة ويعرف كيفية التمركز، لذلك أرى له مستقبلا مشرقا وسنستخدمه في كافة المباريات التي يكون فيها مناسبا لتواجده معنا. طبعا هذا ما أسمعه في الشارع عندما أتجول في الشارع، دائما جماهير الريان وجماهير السد تسألني إذا ما كنت سأسجل في هذه المباراة، لأنهم يعلمون بأنني سجلت العديد من الأهداف ضد الريان في السنوات السابقة. ولكن أعيد وأكرر وأقول بأن تسجيلي للأهداف كان بسبب العمل الجماعي، وهذه هي مناسبة خاصة بنا لنا وللريان، حيث أنها تعتبر مباراة نهائية. لذلك بالطبع لا يهمني فقط التفكير في التسجيل أو التمريرات، ولكن ما يهمني 3 نقاط للمباراة. هو يقول الفيفا تقول أنه بإمكانك فقط اللعب مع 11 لاعب، وأنا كنت أتمنى لو أن قوانين الفيفا تغيرت وأصبح بإمكاننا إجراء 4 تبديلات، 3 لاعبين وحارس المرمى بإمكانه التبديل. حارس المرمى دائما هو أحد اللاعبين الذين من الصعب إصابته، لذلك حراس المرمى الاحتياط لا يشاركون في العديد من المباريات، يبقون موسما على دكة الاحتياط ولا يشاركون في مباريات رسمية. أتمنى تغيير هذه القاعدة في الفيفا. هو يتأقلم مع المراكز الذي أضعه فيها، وكذلك بالنسبة لي هو أحد أفضل اللاعبين الموجودين في الدوري القطري نظرا لهذه الميزة التي يتمتع بها بحمون. لذلك أنتم تعلمون أن السد دائما لديه بعض الإصابات، ولكن أنا سعيد بأن من يدخل المباراة يعوضها. ها هو خوخي بوعلام، يجب أن نجد حل لما يعانيه من إيجاد لاعب يحل محله، ولكن أنا سعيد بالكم الهجومي الذي بإمكانه تعويض هذا اللاعب. أكرم عفيف وعلي فريدون يحتاجون إلى التأقلم، لذلك أنا لا أقول بأنهم 100% سيشاركون في المباراة القادمة، لأنهم يحتاجون إلى التأقلم مع الفريق. وأنتم تعلمون أن اللاعبين المتواجدين في مرخط الهجوم يقدمون بشكل جيد، لذلك من يقدم بشكل جيد في التدريبات وفي المباراة الرسمية له الحق في اللعب بغض النظر عن الأسماء. نحن نفكر مباراة بعد مباراة، تفكيرنا الآن 100% ينصب نحو الكلاسيكو مع الريان. أما مباراة دوري أبطال آسيا سيأتي وقتها، وفي ذلك الحين أيضا سنفكر بنسبة مكتملة بهذه المباراة. نعمل بجهد ولا يهمنا سوى الفوز، وأنتم تعلمون بأنه إذا بدأ السد المباراة بشكل قوي و سجل منذ بداية المباراة فباستطاعته تسجيل الكثير من الأهداف. ولكن يجب أن لا تنسوا أن الريان أقوى هذا الموسم، أقوى من الموسم السابق، لذلك المباراة لن تكون سهلة على الفريقين. تفكيرنا بتسجيل الأهداف نعم، ولكن بالنقاط أهم من هذه الأهداف. فقط لمعلوماتكم أنه آخر مباراة لعبها بغداد بنجاح كانت في ضد الدحيل، وخسرنا في تلك المباراة التي شارك فيها بغداد بنجاح. بعد ذلك 6 مباريات لعبناها بدون بغداد بنجاح، فزنا ب5 مباريات وتعادلنا في مباراة. لذلك استطعنا تسجيل 20 هدف في 5 مباريات بدون بغداد بنجاح. بالنسبة لي اللاعب ليس هو النجم، من هو النجم بالنسبة لي هو الفريق.
ولكن كي تتوقفوا عن سؤالي عن بغداد بنجاح أعطيكم هذه هذا الخبر أنه سيعود في المباراة القادمة، ليس هذه المباراة ولكن في الأسبوع القادم، ولكن لا أعدكم بأنه سيشارك في المباراة لأن هذا يعتمد على عليه هو بنفسه على بغداد بنجاح. السد مليء بالنجوم ولكن عودة بنجاح معناتها أن نجم آخر سيتواجد على دكة الاحتياط، وهذا ما يقلقني تواجد اللاعبين على دكة الاحتياط. أتمنى لو كان الفيفا يسمح لنا بتواجد أكثر من 11 لاعبا كي يكون كل النجوم متواجدون وإمتاع الجماهير.